اهلا وسهلا بكم احبتي المشاهدين. الى تفاصيل النشره، حقق فريق القوات الجويه فوزا مهما على فريق الشرطه بهدف دون رد في ختام الجوله 18 للدوري العراقي الممتاز. فرض القوات الجويه سيطرته على المباراه بشوطها الاول دون حدوث اي تغيير في النتيجه، فيما شهد الشوط الثاني تسجيل هدف الفوز للفريق الازرق عبر لاعبه امجد راضي من ركله جزاء في الدقيقه 50 من زمن اللقاء، فيما حاول الشرطة تعديل الكفة بعدد من المحاولات، لكن مساعي الفريق الأخضر اصطدمت بدفاعات القوة الجوية، وبلغت الإثارة ذروتها في الدقيقة الأخيرة للمباراة عندما أهدر مهاجم الشرطة مهند علي ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 88، وبهذا الفوز ارتفع رصيد القوة الجوية إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الشرطة بعد تلقيه خسارته الأولى في الدوري ب 39 نقطة في المركز الثاني.